مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم جميعا لهذه الحلقة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين. وقوف روسيا والصين إلى جانب النظام السوري ورفضهما الهجمة الغربية على إيران دفعا عشرات المعلقين إلى القول إن العالم عاد إلى ما يشبه الحرب الباردة. ساهم ذلك دون أدنى شك بحماية نظام الرئيس بشار الأسد ومنع اتخاذ أي إجراء دولي ضده. روسيا والصين ليستا وحيدتين في خياراتهما الإقليمية والدولية، تقف معهما دول كبيرة هي إضافة إلى روسيا والصين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. هذه الدول أنشأت منظومة دولية جديدة سميت بمنظومة البريكس، وهي اختصار للأحرف الأولى من أسماء هذه الدول. كل ذلك مهم، ولكن الأهم هو موقع العرب في هذه المحاور. هل سيصب ذلك في صالح الدول العربية أم يأتي على حسابها في نهاية المطاف؟ لنسأل بشكل أوضح، هل يستطيع العرب فعلا الاعتماد على دول ومنظومات دولية جديدة، أم أن الحليف الأمريكي والحليف الغربي هما الأهم ماضيا وحاضرا ومستقبلا؟ وفي نهاية الأمر قد يتفق الروس والأمريكيون والصينيون لاحقا كما اتفقوا في الماضي، حتى ولو كان ذلك على حساب العرب. العرب في لعبة الأمم عنوان حلقة الليلة. يسعدني أن أستضيف هنا في باريس دكتور نصيف حتي، سفير جامعة الدول العربية ولكن أيضا كاتب ومفكر عربي معروف، ونستضيفه بهذه الصفة خصوصا. أستضيف من الصين كينغ ساي من مركز الصين للدراسات العالمية المعاصرة، مرحبا بك. ومن روسيا السيد فاتيشلاف ماتوزوف الخبير الروسي بشؤون الشرق الأوسط، آمل أن أكون لفظت الاسم كما تلفظونه في روسيا. أهلا وسهلا بكم جميعا. ونبدأ من اليمين إلى اليسار، رغم أنك لست يمينيا تماما دكتور نصيف. بعض الدول العربية يفكر جديا بالتوجه نحو روسيا والصين ودول آسيا ودول البريكس الآن، هل هذا الخيار واقعي ومنطقي؟ هل يمكن ذلك؟ يجب حصول ذلك. أنا أعتقد أن أي خيار واقع اليوم في عالم اليوم في التركيبة الحالية، ولم يتركب بعد نظام عالمي جديد، نحن ما زلنا في مرحلة إرهاصات لبلورة نظام عالمي جديد لم يستقر بعد، لم تستقر قواعده. هذا يفرض، أقول يفرض، على كل الدول التي لها مصالح دولية وسياسات دولية، ومنها الدول العربية، وعلى كافة المجموعات الإقليمية ومنها المجموعة العربية، أن تتحرك بكافة الاتجاهات، أن تفتح أكثر من باب، وأن تكون لها علاقات متوازنة تخدم مصالحها وتخدم ما هو مشترك. علاقات متوازنة دون أن تقطع مع الأمريكي دون شك الأمر. دون شك. لا، الموضوع ليس خيار. ما عدنا في لحظة الحرب الباردة حيث يفرض عليك هذا أن تكون مع هذا المعسكر أو ذاك المعسكر. انتهت الجغرافيا الاستراتيجية الإيديولوجية، انتهت الكبرى شرق وغرب، صرنا في جغرافيا استراتيجية وطنية وجغرافيا استراتيجية اقتصادية. فأنت تبحث عن قضايا معينة، تقيم توافق ضمن هذه القضايا المعينة وتبني عليها وتعمل هذا الأساس دون أن يكون هناك تناقض مع قوى أخرى في مجال آخر. سيد ماتوزوف، تجربة العرب مع الروس مع الاتحاد السوفيتي سابقا لم تكن دائما مشجعة، يعني في حرب 73 وقبلها وبعدها الموقف الروسي لم يقف بشكل صامد إلى جانب العرب. الآن هل تغير الموقف الروسي؟ هل يستطيع العرب أن يعتمدوا عليكم مثلا؟ روسيا ما كانت تشجع العرب إلى الكارثة القومية، إلى تصادم الإقليمي أو الدول، لأنه وراء إسرائيل التي كان العرب يصطدمونها في 67 في 73 في 82 85 تصطدم بين العرب، اصطدام كان بين العرب وإسرائيل. روسيا طبعا كانت على جنب العربي، وأمريكا والأوروبا كانت مع جنب إسرائيل. هذا كانت الصراع على صعيد الدولي. وطبعا روسيا ما كانت تحب أن تصطدم مع أمريكا من أجل مصالح العربية، لذلك أنا موافق معك. الآن تغير الوضع؟ أنا لا، خلينا أولا نكمله. تفضل. وكمله، لأنه روسيا ما كانت تحب أن تشجع العرب على الحرب العالمية الثالثة. روسيا ما كانت تخدم للعرب، روسيا كانت تحاول أن تدعم العرب لصمود، لأن ليست لمصلحة روسيا كانت احتلال إسرائيلي لدول عربية، مثل ما هو كانت احتلال فلسطين، احتلال بعض الأراضي العربية لسوريا للمصر.
وروسيا دعمت العرب بسلاح. الآن يتهمون روسيا في سوريا أنها قدمت السلاح، أما السلاح الذي يستعمل اليوم في سوريا هذا سلاح روسي وهذا مسؤولية روسية اليوم. صحيح، روسيا قدمت سلاح للدفاع عن استقلال الوطن العربي. وجمال عبد الناصر أيامه بدأت هذا التعاون في مجال العسكري، وإذا يشتمون اليوم روسيا أنها قدمت مساعدات عسكرية للعرب أنا لا أستطيع أوافق على هذا الرأي، واتهامات من هذا النوع أنا أسمع يوميا، هذا غير صحيح. طيب يهمنا اليوم سيد ماتوزوف، هل الموقف الروسي تغير؟ يعني هل الآن تستطيع روسيا أن تقف إلى جانب العرب وأن يعتمد العرب عليهم أكثر مما كان في السابق مثلا؟ أنا أعتبر هذا الرأي الشخصي لم يتغير شيئا في الدنيا، مصالح الدول بقيت مثل ما هي كانت. روسيا لا تحول المنطقة الشرق الأوسط إلى مسرح الصراع العالمي، المسرح الصراع مع أمريكا مع أوروبا أو مع أي منطقة. ولذلك أكثر من مرة نحن نسمع أن موقف روسيا ليست لحماية أي نظام، نظام المصري، نظام الأردني، نظام السوري أو قيادة. روسيا تحمي القوانين الدولية الشرعية الدولية. هذا موقف المبدع، إذا واحد لا يفهم موقف روسيا من هذا المنطق هو لا يفهم إلى وين روسيا تتوجه. طبعا حصلت بلبلة لأنه الروسي لم يقف بشكل كامل بالنسبة لليبيا، سقط النظام الليبي، ولكن تعتبر موسكو أنها خدعت في ليبيا ولذلك لا تريد أن تكرر خدعتها في سوريا. أنا أقول أكثر من هذا، لا تخزني على متابعة هذا الموضوع، أنه في ليبيا هذا كانت غلطة استراتيجية ارتكبتها روسيا، وكانت اليوم النقد الذاتي لدي روسيا لدي القيادة الروسية أنه روسيا سمحت تدخل حلف الشمال الأطلسي في ليبيا الذي ما كان ضروري لروسيا أن يأخذ هذا الموقف. إذا كانت موقف روسيا ضد قرار مجلس الأمن 1973 يمكن خلف الشمال الأطلسي لم تتدخل مثل ما تدخل، وكانت صراع الداخل أن تحاول عدم تكرار هذا الخطأ في سوريا. نقلت مجلة نيويوركر عن المحلل في وكالة الاستخبارات الأمريكية كريستوفر جونسون، وهو باحث في معهد دراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، قوله إن صناع القرار في بكين عندكم يؤمنون فعلا بأنه إذا لم نضع خطا أحمر بشأن الأزمة السورية فإن القوى الغربية ستمضي نحو محطة تالية هي إيران، ثم سينتقلون إلى محطة ثالثة في وسط آسيا إلى أن يظهروا على عتبة ديارنا. هل بكين خائفة فعلا إلى هذا الحد ولذلك تدعم الآن سوريا؟ إن الموقف الصيني حكومة وشعبا معروف لدي جميعا، وهذا الموقف يعني يكون يعني دائما ويعني علنيا ويعني قلبا وقالبا. إن الشعبين الصيني والعربي يعني لهما يعني العلاقة يعني وطيدا وتقليديا وصديقا يعني ليس من اليوم، بل يعني في منذ تاريخ يعني هذا الموقف الدبلوماسي معروف تماما. و يعني منذ بداية سنة 2011 يعني حصلت يعني سلسلة من الأمور في الدول العربية يعني تولغ اهتماما كبيرا يعني من قبل يعني الشعوب وبلدان عالميا بما فيها طبعا الصين. ويعني حينما تنتقد الصين أي موقف ليس من مسرحتها الخاصة، بل يعني يشوف يعني
ما من هو يعني صحيح، ما هو صاحب الحق الدولي وهي تدعم أيوة ذلك. يعني يعني كما قال السيد مدهدوف يعني لأن الصين يعني حينما تحدد موقف تجاه أي دولة وأي الأمور يعني ذلك يعني مش يعني حسب رتبتها شخصيا بل كويس، ولكن ما هو موقف الصين في أن تستخدم حق النقد الفيتو مع روسيا لدعم النظام السوري حاليا؟ يعني في رأيي أنا شخصيا يعني كما تعرفون أن الصين حاليا يعني لا تخاف من أي قوة في العالم. الصين لا تخاف من أي قوة في العالم؟ أيوة. كانت تخاف في السابق؟ طبعا يا لأن يعني في زمان يعني الصين قديمة ضعيفة يعني مسمى ب يعني مريضة في شرق آسيا يعني هذا اللقب معروف لدى العالميين. وحاليا يعني نحن يعني نحمي عن مبدأ الموضوعيا يعني حتى ولو يعني يكلفنا يعني بكل الشيء. إذا موقف تجاه سوريا هو موقف دعم للقانون الدولي وليس للنظام بشكل عام. بخصوص الوضع في سوريا ويعني طبعا ليس عندنا مصلحات خاصة بل يعني نحترم اختيارا الشعب العربي في سوريا. على كل حال في بالنسبة للمصالح سنرى بعد قليل أنه مصلحة الصين ليست فقط أزيد كلمة نعم تفضل. بس نحن يعني نعارض التدخل من الخارج أي بلد. على كل حال مصلحة الصين مع الدول العربية كبيرة، وسنلاحظ أنه مع دول الخليج مع السعودية أكبر ربما من ما هي عليه مع سوريا. فقط أود تذكير دكتور نصيف اسمح لي قبل أن أسألك بدول البريكس ما هي، مختصر للحروف الأولى إذن بالإنجليزية لأسماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. عقدت أول قمة في روسيا في حزيران 2009 للإعلان عن نظام عالمي ثنائي القطب، ثم انضمت إليها دول جنوب إفريقيا عام 2010. تطمح هذه الدول إلى إقامة عدد من المؤسسات السياسية والمالية العالمية وبينها احتياطي نقدي عالمي أكثر تنوعا لدرء هيمنة الدولار الأمريكي ومصرف للتنمية في دول الجنوب، ويمكن أن ينافس يوما ما صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. تمتد دول البريكس على منسبته 26% من مساحة المعمورة. تعد دول البريكس 3 مليارات شخص، أي نحو 43% من سكان الأرض. يبلغ الناتج الإجمالي المحلي لدول البريكس مجتمعة 13.7 تريليون دولار، أي ما يوازي 27% من الناتج الإجمالي العالمي. 17% من الصادرات العالمية مصدرها دول البريكس. الاحتياطيات الأجنبية لدول البريكس تبلغ 4 تريليونات دولار. دول البريكس دول نووية في غالبيتها، روسيا والصين والهند. تخلت جنوب إفريقيا والبرازيل عن برنامجهما النووي قد تنافس دول الناتو في هذا المجال. توقعات الخبراء أن التبادل التجاري فيما بين دول البريكس سيبلغ 500 مليار دولار بحلول عام 2015 بعد عامين يعني، مقارنة مع 230 مليار دولار حاليا. هل نحن فعلا أمام بداية نهاية الإمبراطورية الأمريكية؟ دون شك، لكن اسمح لي أن أعمل تعليق سريع على ما سبق. في تصحيح تفضل لبعض المعلومات. إنما فقط أول تعليق فيما يتعلق في الصراع حول سوريا. أنا أعتقد جزء من الصراع الخارجي حول سوريا يتعلق بالسمعة والمكانة والدور للقوى الكبرى في مجال يتخطى سوريا ويتخطى الشرق الأوسط على المستوى العالمي. لماذا؟ لأننا نعيش لحظة سيولة عالمية كبيرة. ذكرت في بداية البرنامج لم تتكون قواعد دولية. روسيا الاتحادية الصين الشعبية تقول أنني أتمسك بالقانون الدولي اليوم بشكل مبدئي فيما يتعلق في الشأن السوري. قوى غربية تقول أننا نريد أن نتمسك ببعض الأعراف الدولية الناشئة، responsibility to protect، مسؤولية الحماية. البرازيل طرحت فكرة وتناقش في البريكس responsibility while protecting، المسؤولية ونحن نحمي.
إذن نحن في هذه الحالة الضبابية، ونحن ندرك دائما أنك بحاجة لشرعية دولية لتبرير أي سياسة، ولكن المصلحة هي الحاكمة بالأساس. هذه في هذه النقطة. فيما يتعلق بموضوع البريكس، البريكس ليس قطب دولي، هنالك أيضا خلافات بين هذه الدول، وهنالك صراعات بين هذه وتنافس الدول. بينها. لكن نحن نعيش هذه اللحظة، انتهت لحظة الأحادية الأمريكية والتعبير لتشارلز كروثمر، انتهت تلك اللحظة. هل نحن في نظام لا قطبي حاليا؟ هل نحن في نظام متعدد القطبية؟ فقط سؤال، هل هي في مهاجرة الأمريكان؟ بالضبط، هذا السؤال، هذا السؤال، هذا سؤال. يعني نحن في مرحلة أسئلة. هنالك قوى متراجعة، الولايات المتحدة لم تنتهي، متراجعة declining، قوى مأزومة بناء الاتحاد الأوروبي، أزمة اليورو تعكس أزمة أكبر، أزمة البناء الأوروبي، وهنالك قوى صاعدة وقوى عائدة. القوى الصاعدة والقوى العائدة شكلت هذه المجموعة وهذا التجمع البريكس. أنا أعتقد أننا عشية بلورة توازن دولي أكثر توازنا، وخاصة في الشق الاقتصادي الاستراتيجي، في الشق الاقتصادي الاستراتيجي، لأن الشق الاقتصادي الاستراتيجي حاليا أهم من الشق العسكري، خاصة مع انتهاء استراتيجيات الصراع شرق وغرب. اليوم انتقل الثقل من المجال الأطلسي أو من الفضاء الأطلسي كما يقول الأخوة في المغرب العربي، إلى الفضاء أو المجال الأسيوي. هنالك اللعبة، وهنالك صراعات حدودية وصراعات على الجزر وصراعات وطنية حادة، هنالك قوى إقليمية صاعدة. هذه القوى في لحظة مقاومة لمحاولة فرض نظام مازال يقوم على مفاهيم غربية سابقة. على كل حال دكتور نصيف، تبين من خلال اعتماد النظام السوري، يعني أنا حسب ما فهمت من منذ أكثر من 10 سنوات في تعاون جدي ووثيق عسكري وأمني بين سوريا وبين روسيا، تبين من خلال اعتماد النظام على روسيا والصين ودول البريكس أنه بنهاية الأمر فرض واقعا آخر في العالم. لكن نلاحظ أنه الدول العربية تتردد حتى الآن في الذهاب نحو الصين، في الذهاب نحو روسيا، يعني قليل مثلا من الخبراء الصينيين، الأساتذة الصينيين موجودين في الجامعات العربية، في وكأنه في خوف عند العربي أنه لا، هذه الهيمنة الأمريكية ستبقى إلى أبد الأبدين، والهيمنة الأوروبية. دعني أقول هنالك إرث عقائدي، كان هنالك خوف من الشيوعية، كان هنالك خوف من الأنظمة. الزميل العزيز ذكر العلاقة الروسية العربية، العرب وأنا عربي وأعتز بعربتي، كنا نذهب إلى روسيا في لحظة الغضب من أمريكا، نذهب إلى روسيا في تلك اللحظة فقط. وعندما تبتسم الولايات المتحدة، هذا هو تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، عندما تبتسم واشنطن نبتعد ونعود إلى الباب الأمريكي، معتبرين أن 99% من الأوراق هي في يد واشنطن لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. إذن لم نقم علاقات استراتيجية، قيام إقامة علاقات استراتيجية لا يعني أنك يكون هنالك توافق استراتيجي أو عقائدي، لا وجود، هذا أمر غير قائم، هذا أمر غير قائم. هنالك قوى غربية لها علاقات متميزة مع روسيا أكثر من قوى يفترض أن تكون أقرب إلى روسيا وإلى الصين أيضا من صحيح. لكن أيضا هنالك الشأن الثقافي، يعني على المستوى المجتمعي لا يوجد تفاعل كبير مجتمعي، يعني مجمل العرب يدرسون في جامعات أوروبية أو أمريكية، إذن في جامعات غربية، إذن هذه الأرضية الثقافية الفكرية غير قائمة أساسا مع المجتمعين الروسي والصيني إلا في حالات الحد الأدنى الممكن. أضف أيضا غياب تفاعل مجتمع مدني، هذه كلها عناصر تشكل أرضية تستند إليها علاقات قوية لم تزل غير موجودة. أنا أعتقد أنه من واجب العرب اليوم، ويجب أن نتحدث عن ذلك، وهذا موضوع لقائنا في الندوة غدا، البحث عن إقامة علاقات متنوعة تحمي مصالحهم في كافة المجالات. لم تعد العلاقات أبيض وأسود، هنالك إيشو أريز، مجالات ضمن هذه القضايا تقيم علاقة مع هذه القوة وعلاقة مع تلك القوة، كما هي الحالة ضمن البريكس، أزعم كما هي الحالة ضمن العلاقات في إطار البريكس. البريكس ما يجمع بينها أنها قوى صاعدة اقتصاديا، أنها غير مرتاحة للديكتات الفرض الأمريكي حول الدولار الأمريكي وهو في تراجع، فنحن نريد أن نقيم نظام نقدي جديد. لن ترضى الصين أن تبقى كافة تريليونات الصينية تتحرك بقرار أمريكي في تخفيض سعر الدولار، فتخسر الصين 20% من قوتها الاقتصادية أو 30% فقط بشطحة قلم أو بقرار. هذه هو الفلنربيليتي، هذا هو الانكشاف المالي اللي هو انكشاف استراتيجي أخطر من انكشاف عسكري اليوم، وهذا ما يجمع بين البريكس الاستراتيجية الاقتصادية أو المصلحة الاقتصادية اللي هي مصلحة استراتيجية. أشرت إلى ندوة ستعقد هنا غدا في باريس، هي ندوة تحديات العالم العربي الداخلية والخارجية، المركز الأوروبي العربي يعقدها هنا. في تقرير لصندوق مارشال الألماني للعام الماضي
يقول لم تعد الولايات المتحدة وأوروبا اللاعبين الوحيدين في الشرق الأوسط، لقد بات ينظر إلى دول البريكس على أنها اللاعب الجديد في المنطقة. نفوذ الصين تنامى في إفريقيا، التعاون البرازيلي العربي تطور في مشاريع زراعية، التعاون الروسي الجزائري تقدم في مشاريع الطاقة وإمدادات الأسلحة، الاهتمام الهندي بالفوسفات المغربي سجل تزايدا ملحوظا. تمت خطر جدي من سباق النفوذ في المنطقة، ودول البريكس قد تضطر إلى التدخل أو دول البريكس قد تضطر إلى التدخل مباشر في نزاعات إقليمية حماية لمصالحها، ما قد يحد من نفوذ أمريكا وأوروبا. بنهاية الأمر هناك صراع الآن على الخيرات أيضا العربية والإفريقية بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة والغرب من جهة ثانية. طبعا العالم اليوم أصبح متعدد الأقطاب ولا شك، ليس هناك قطبين مثل ما كانت في السابق، وهذه الأقطاب الجديدة تتبلور. اليوم في منظمة شنغهاي نسينا هذا منظمة مهمة، وفي هناك توجه الروسي نحو آسيا. اليوم اجتماع مؤتمر في فلاديفوستوك، اجتماع الدول شرق الأقصى، هذا هو ملامح العالم الجديد. وأنا أعتبر أن الولايات المتحدة لا شك أنها تفقد، أنا موافق على الرأي، تفقد صفة إحادية كقطب الذي تأمر. ولكن هنا سؤال، هل الولايات المتحدة تفهم أنها تفقد أو هي لا تفهم؟ التصرفات السياسية الأمريكية اليوم تدل أن أمريكا لا تفهم شيئا من تغيرات في العالم. هم لا يفهمون أن الدور الذي كانوا يلعبونه سابقا انتهت. حتى منذ 10 سنوات أمريكا كانت تعتمد على بلبلة وعدم استقرار في داخل روسيا الفيدرالية. كان يستفيد أمريكا من وجود بوريس يلتسين مثلا، واحد رئيس الدولة الذي كان لا يحترم مصالح الدولة، هو كان يحترم مصالح الأمريكية أكثر من مصالح القومية الروسية. واليوم أمريكا غاضبة أنه رئيس الدولة الروسية أصبح فلاديمير بوتين. لماذا؟ لأن هي تحس أن لدي فلاديمير بوتين الإرادة السياسية، وهو عنصر. نحن نتكلم عن كمية الفلوس لدي الحزانة الصينية أو نفوذ الدول العربية وجامعة الدول العربية، ولكن هنا عنصر فردي، عنصر الإرادة السياسية للقيادة. أنا أعطي لكم مثلا، كان لدينا الأزمة الليبية، روسيا كانت بين وبين نتيجة تجنبت من المعركة. اليوم عندما فهمت أنه إذا اليوم هي تسلم لحلف شمال الأطلسي سوريا، تخسر الصين الشعبية، روسيا تخسر العالم، تخسر حتى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الموقف الروسي تجاه سوريا صلب، سنعود إلى ذلك مباشرة بعد الفاصل عبر قناة الميادين، ابقوا معنا لو سمحتم. مرحبا بكم مجددا. شو يا طيب معلش بسيط يلا.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. أجدد الترحيب بكينغ ساي من مركز الصين للدراسات العالمية المعاصرة. أهلا بك. من روسيا السيد فياشيسلاف ماتوزوف الخبير الروسي بشؤون الشرق الأوسط. ومن هنا من باريس سفير الجامعة العربية الدكتور نصيف حتي. مرحبا بكم مجددا جميعا. كنت تتحدث عن الموقف الروسي حيال سوريا سيد ماتوزوف، هل نفهم منك أنه الموقف صلب، لن يتغير، لن تحصل صفقة مع الأمريكيين في نهاية المطاف وتتخلى روسيا عن النظام السوري؟ أنا أتصور أن هذا مستحيل تماما. روسيا لا يمكن أن تتراجع من هذا الموقف. السبب؟ سبب واحد، أنه هذا يجي حديث ليست عن مصير سوريا، هذا يجي حديث عن مصير روسيا. وأحد معلقين السياسيين في موسكو قال أنه تراجع عن سوريا هذا تراجع عن سيبيريا مثلا، هذا قسم من منطق، قسم من طريقة التفكير السياسي، لأنه قضية ليست في سوريا، قضية في أي نظام دولي نحن كإنسانية نعيش في قرن 21. أي قوانين الدولية تسيطر في علاقات بين الدول، هل سيسيطر في علاقات القوانين الجنجل حيث أقوى واحد يأكل أضعف واحد؟ وهذا ليس صحيح. وروسيا تفهم أن الآن إذا نحن نشاهد تصرفات وتقلبات السياسية في العراق في أفغانستان، من وراء تلك الأحداث دموية؟ روسيا؟ الصين الشعبية؟ هل صحيح أنك قلت هذا الكلام لوليد جنبلاط في لبنان؟ أنا صديقي، أنا كبير منذ يمكن 40 سنة، أنا في صداقة مش 40 سنة تماما، 1972 كنا أول مرة ألتقي مع وليد بيك. صديقي أنا أحبه. لا، قلت له هذا الكلام وهو كان يعتقد أنه النظام سيسقط السوري. نحن التقينا معه في نوفمبر السنة الماضية وهو عاطفي. أحد أدخل إلى ذهنه الفكرة اغتيال كمال جنبلاط وصديقنا كذلك بلياد سوري، وهو اعترف هذا، يعتبر أن أبوه قتل. وأنا قلت أكثر وأكثر من مرة، يا وليد ما حدا يعرف تلك المجرم، الجماعة المجرمة الذي قتلوا أبوك لا يوجد هناك. وبعد مرور 35 سنة لا نستطيع واحد أن يحدد من أي طرف قتل أبوك. أي واحد يقدم أمامك وثائق يثبت أنه الطريق تأتي إلى دمشق، لا تصدع هذا، لا تصدع، كل أوراق مزورة. اليوم تكنولوجيات يمكن أن يساوي أي ورقة ويعتلك لتثبيت الحقيقة، ووراء هذا التثبيت هناك أهداف استراتيجية. ولكن ماذا قلت له عن سوريا؟ أنه روسيا لن تتخلى عن النظام السوري؟ أنا قلت هذا لصديقي أنا حنين، وهو صدق ذلك؟ هو صدق. في ولكن أنا أقول أن هناك يجوا الناس الآخرين مثل ميخائيل مارجيلوف ويقول له غير الشيء. طيب، هناك قلق أيضا لدى الصين وروسيا ودول البريكس من التمدد الإسلامي في المنطقة وإعادة إثارة النزاعات الإسلامية عندكم. اليوم أليكسي بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما يقول إن الإسلاميون سيحكمون سوريا بعد سقوط النظام. الأهم من ذلك أنه في 27 من حزيران كتب الباحث في معهد دراسات الاستراتيجية والدولية أيضا سيرجي ماركيدونوف، لا أدري إذا كنت تعرفه، يقول إنه عندما شنت روسيا عمليات عسكرية ضد جورجيا أعلن الرئيس السوري بشار الأسد دعمه للنظام الروسي. في المقابل فإن قطر عرضت في العام 2003 على الانفصالي الشيشاني يندر بايف اللجوء إلى الدوحة حيث عاش بصفة ضيف شخصي للأمير. السؤال هنا، هل العامل الإسلامي يحدد أيضا
السياسات الخارجية لروسيا والصين ودول البريكس في المنطقة؟ الإسلام يعني كدين يعني هذا الأمر يعني يجب الاحترام يعني من قبل كل العالم. وطبعا هناك في يعني في أي الدين وأي القوى يعني تدم عدة جماعات، هذا الجماعة تختلف عن الأخرى يعني رأيا سياسيا حتى اعتقاديا. ويعني الموقف الصين كما ذكرته في البداية يعني أولا نحترم اعتقادا دينيا لدي شعوب مختلف الفئات. وثاني سيد كينغ ساي، حضرتك لست وزيرا للخارجية، أنا أسأل المفكر الصيني والباحث الصيني، هل الإسلام السياسي يقلق الصين ويقلق روسيا ولذلك الموقفان الروسي والصيني أيضا؟ نحن كصينيين يعني لا يعني يقلقنا يعني التيار ونهو نهضا إسلاميا يعني قد ظهرت مثلا في السنوات الأخيرة ولا سيما في مصر وحتى يعني في يعني الشمال الأفريقي يعني كليا تيار الإخوان المسلمين الذي سيطر من مصر إلى شمال أفريقيا. وبعد كل شيء يعني يعني ندعو ونقول دائما إننا ندعو للشعب يختار الدين من أي نوع والنظام السياسي من أي نوع يعني يريده. يعني فقط الجواب لا يزال دبلوماسيا، أنا أسأل عن هذا الموضوع لأنه معهد الدراسات الذي تحدثنا عنه وسأسألك عن الموضوع دكتور نصيف يقول التالي، أنه يشكل المسلمون في روسيا ما نسبته 14% من مجموع السكان، ويتركز معظم المسلمين الروس في جمهوريات ما بين البحرين الأسود وقزوين، حيث للشيشان والشركس والأنغوش والتتار والداغستان وغيرهم مراكز قوية هناك. من المتوقع يشكل المسلمون الغالبية في روسيا خلال عقود إذا استمرت نسبة زيادتهم 6% مقابل تراجع الروس بنسبة 6% يعني الولادات أكثر. في مناطق المسلمين تكمن ثروة روسيا من النفط والغاز ويعيش سكانها حالة من الفقر. ووفق معهد American Progress فإن بحر قزوين يختزن لوحده ما يقارب 40 مليار برميل من النفط، وموسكو لن تقبل بحركات انفصالية ولذلك لا تتهاون مع الملف السوري. هل الإسلام لاعب أساسي في هذا الأمر؟ دعني أقول أن التيارات الإسلاموية كما كافة التيارات التي تستند إلى هويات أصلية، ونحن نعيش مفارقة كبيرة في هذا النظام العالمي الذي يتشكل. هنالك قوى اندماجية اقتصادية من جهة، وقوى تفكيكية تفتيتية هوياتية من جهة أخرى، دينية طائفية مذهبية أو إثنية أو هلم جرى، ترتبط بقوى أو ترتبط بطيارات أو عندها قدرة للجذب الشرعي والمشروع عبر الدول القائمة وضمن الدول القائمة، فتزيد في أزمة الدول القائمة وتعكس أزمة الدول القائمة في الوضع ذاته، سواء كانت هذه الدول صغيرة أو دول كبرى. هذه الظاهرة جزء منها، من هون تتأتى المخاوف، لا تتأتى من دين أو من قومية أو من طائفة أو من مذهب يعيش في حالة سكون أو يعيش المذهب، تتأتى من تيارات سياسية تستند في تعبئتها ومشروعياتها السياسية بسبب وجود أزمة مشروعية إلى هذه التيارات. من هنا تحدث حالة الاشتباك هذه، وأفهم حالة الاشتباك هذه، وقد نتفق أو نختلف في كيفية معالجة حالة الاشتباك هذه، وهذه لكنها ليست بخاصية إسلامية أو إسلاموية، تنتمي إلى كافة أزمة الدولة الوطنية اليوم في الدول الكبيرة والدول الصغيرة، هي أزمة بناء مشروعية وطنية نراها في الشرق الأوسط، نراها في المنطقة العربية، نراها في كافة مناطق العالم النامي، لا أحب تعبير العالم الثالث، ونراها أيضا في دول كبرى مثل روسيا ومثل الصين الشعبية. هنالك أزمة بناء شرعية وطنية أو حالة انتماء أو عقد اجتماعي جديد بين المجتمع وبين الدولة في جزء
أساسي منه، جزء هوياتي، تستطيع أن تعبر منه أزمات من الخارج وتخرج منه أيضا إرهاصات. ما أود أيضا أن أضيف عند، لو سمحت لي أستفيد مما ذكره الزميل الكريم، عندما تحدثت عن موقف روسي، وأعتقد بشكل عام الثابت الوحيد في السياسة الدولية هو التغيير، بمعنى هنالك عنصران يغيران موقف قوة معينة، إما مخاوف مشتركة أو مصالح مشتركة. أنا آسف أن أقول رأيي وأقول أرجو أن أكون مختلف، في الشأن السوري نحن نتجه للحظة قد تكون هنالك مخاوف مشتركة، يغرق الجميع عند ذلك يبدأ البحث عن حل، ولو مخاوف ليس غدا للأسف، لكن نحن نتجه في هذا المنحى، ولذلك أرى أن الثابت الوحيد هو التغيير. لا تستعجل للقول إن شاء الله، لأنه هو يقصد المخاوف، يعني تتفق أمريكا وروسيا على تحيل النظام، وليست روسيا والعالم العربي ولا المسلم كذلك. نتحدث عن مخاوف قد تكون لأسباب مختلفة، ولكن تبدأ نقطة الالتقاء، ما يعرف بالسياسة الدولية بالتفاهم. التفاهم أقل من الاتفاق، تفاهم أنه نحن وصلنا في مكان لم نعد نستطيع أن نحمل أو نتحمل الحرارة فنخرج من الغرفة، نبدأ البحث عن الحل. كثير من الحالات ليس فقط في الشرق الأوسط، ليس في سوريا، ولكن على ما يمكن أن تتفق بهذه الحالة روسيا لو وصل الوضع السوري إلى حالة من التفكك، لو استمر الوضع أو حالة من التفكك تضر بمصالح كافة الأطراف ولو لأسباب مختلفة، عند ذلك أقول للأسف، يعني أرجو أن لا نصل إلى ذلك، وأتمنى أن نصل إلى ذلك كشخص، لكن لست في موقع من يقرر، وتحدث كمراقب معني جدا ومنشغل جدا، عند إذ يبدأ البحث. وقد ذكرت هذا الأمر منذ 3 أشهر أننا قد نصل في لغتنا اللبنانية، قبل ما السيد نائب وزير خارجية الروسي يذكر الأمر، قد نصل إلى طائف دولي قبل أن نتحول بعد ذلك ربما إلى طائف سوري، أيا كان شكل الطائف السوري، بمعنى أن تحصل لحظة تفاهم الحد الأدنى المبنية على مخاوف مشتركة، أننا سنخسر جميعا لو استمر الوضع، فنصرخ جميعا تعالوا نبحث عن حل ونرى الحل. هذه الشروط لم نصل لها بعد، طيب. ولكن قد نصل إلى هذه الشروط أكثر مما نصل إلى الاشتراك في المصالح، نصل ربما إلى الاشتراك في المخاوف. طائف ربما لا يعرفه كثير من العرب هو الاتفاق الذي أنهى عمليا الحرب اللبنانية وأعاد توزيع بعض الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، يعني بين المسيحيين والمسلمين بشكل أوضح، يعني تركيبة في لبنان، تركيبة دولة تستعمل في هذا الإطار. في العلاقات بين روسيا وبعض الدول العربية يقال إنها أيضا مفصلية في سوريا، يعني في بعض الأرقام التي بين أيدينا وأرجو أن تصحح إن كانت خطأ، يشكل حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا حوالي 20% من حجم تبادل روسيا التجاري مع كافة الدول العربية. في 24 من أيار مايو من العام الحالي أعلن وزير المالية السوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب حاليا 2 مليار دولار. تستضيف سوريا قاعدة بحرية روسية معروف، هي الأخيرة من تركة الاتحاد السوفيتي خارج روسيا. وفق الكونغرس الأمريكي فإن روسيا قامت ببيع معدات عسكرية بقيمة 1.7 مليار دولار لسوريا خلال العامين 2008 و2011. التقرير نفسه يؤكد أن روسيا توصلت إلى أكبر اتفاق للأسلحة خلال عام 2011 مع سوريا، وتحدث عن صفقة روسية لبيع 36 طائرة تدريب من طراز ياك 130 بقيمة 550 مليون دولار، إضافة إلى تزويد سوريا بنظام للدفاع باستيون الساحلية والصواريخ أرض أرض من طراز إسكندر. إذن هل المصالح تلعب دورا أيضا في وقوف روسيا إلى جانب سوريا ضد الخيار الآخر الأمريكي الغربي؟ أولا أنا أحب أن أقول أن هذه الأرقام أرقام من الصحافة، ليست أرقام الكونغرس الأمريكي. الكونغرس الأمريكي يأخذ هذا من الصحافة، هذا ليست أرقام الرسمية. عندما يتحدثون عن طائرات ياك، روسيا ما باعت الطائرات الجديدة كما يبدو من هذه السفينة التي أوقفها إنجليز عند مرورها على مياه الإقليمية لبريطانيا. كانت هذه الطائرات القديمة التي اشترت سوريا أيام الاتحاد السوفيتي، وكانت ترجع على روسيا لتصليح ولترميم فقط، هذا ليست صفقة. وكذلك ممكن نقول أن باستيون هذا صحيح، هذا 6 بطاريات باستيون مع صواريخ ياخنت، هذا صواريخ المعاصرة لتدمير السفن البحرية.
هذا لدفاع الأمن الوطني لسوريا، ليست لصراع ضد المتظاهرين أو ضد شعب سوري كما يقال. هل نفهم أن روسيا ساعدت سوريا في إسقاط الطائرة التركية؟ يعني عمليا طائرة الأطلسي؟ أبدا، هذا بيّن أنه أسقطوها من الرشاشات الثقيلة، لأنه هذا ليست صواريخ استعملوا، ولكن روسيا ساعدت في الرادارات، في تشويش الرادارات. الرادارات موجودة لدي السوريين، هذا أشياء موجودة، ولذلك الدفاع الجوي السوري اليوم لا تسمح ولا أمريكان ولا تركيا أن تتدخل. لا سيكون هذا الرحلة السهلة لأي جيش الذي يدخل. اسمح لي الكلام السورية. الكلام أكبر كثير الأهمية، يعني اسمح لي أن أستعيد بعض التفاصيل. لا تستطيع أي دولة، لا الأطلسي ولا الولايات المتحدة ولا تركيا، أن تتدخل ولن بدون ثمن. بدون ثمن، ثمن سيكون غالي. ولذلك روسيا مستعدة للحرب للدفاع عن سوريا. روسيا لا تتورط في أي حروب إقليمية، ولكن روسيا زودت لسوريا برأيي أنا بدون معرفة التفاصيل ودون فتح التفاصيل. لا بتعرف ايه، تفضل. مش خبر صحافي يعني. أنا أقول أنه روسيا زودت لسوريا لإمكانيات الدفاعية كافية لكي يدافع عن استقلال وسيادة سوريا من البحر ومن الجو. وأما روسيا ما قدمت لسوريا شيئا من السلاح الذي يهدد الدول المجاورة، تركيا، لبنان أو إسرائيل. ليست هذا سلاح الهجومي، ولكن سلاح الدفاعي لدي سوريا معروف. 73 دكتور، أنت تذكر هذا أكتوبر 73، سام ستة ولا غير سام ستة، ضرب الطيران الإسرائيلي دمشق، دمر مركز ثقافي سوفيتي القديم في صحيح. دمشق مع أحد معلمة، وروسيا نظمت الجسر الجوي، صواريخ مضادة لطيارات سام ستة، أول الغارة إسرائيلية على دمشق أسقطوا حوالي 6 أو 10 طائرات إسرائيلية. بعد هذا إسقاط الطائرات ولا طائرة إسرائيلية دخلت أجواء سوريا. هذا الواقع، هذا التاريخ، ونحن نعلم. أنا كنت أشتغل ذلك الأيام في دمشق، في بيروت، في بيروت جنب دمشق 60 كيلومتر. ولذلك هذا التاريخ الحديث. ولذلك عندما يطرحون اليوم اتهامات أمامي أنا أن روسيا تزود سوريا بسلاح، هذا ليس صحيح. هذا ربما الكثير لم يعرفوا أنه العلاقات بدأت بين الرئيس بشار الأسد وروسيا قبل سنوات، وطوروا الكثير من التعاون العسكري على ما يبدو. العلاقات بين الصين وسوريا أيضا، ممكن أنا أقول كلمة واحدة فقط، أنه بالنسبة للإسلام كنت تحدث قبل قليل أنه القوي يجب أن لا يأكل وقت الضعيف، يعني تأكل وقته لأنه أضعف، هو أكبر. مليار ونصف، أنا لا أتنازع. نعم. كنت بالنسبة للإسلام، عندما يتحدثون عن خطورة الإسلام والحركات الإسلامية، أنا أحب أن أضيفه، إسلام كدين محترم، ولكن من يستغل إسلام لأهداف سياسية؟ عندما يكافح المقاتلين في تشيشين يتهمون السعودية والأردن. هل لدي، عندي سؤال، هل لدي السعودية أو الأردن طموحات العالمية؟ إذن عندهم استراتيجية الجيوبوليتيكية التي تشتمل تنتشر على روسيا؟ ما هو تفسيرك إذن؟ تفسير أن وراء تلك المجموعات الإسلامية تحت الإسلام إسلام الاستخبارات الأجنبية الغربية التي تعمل سابقا التطرف الإسلامي كان يستغل لصراع ضد انتشار الفكر الشيوعي في الشرق الأوسط وفي الثلاثينات عندما كومنتير كان ينتشر، والصد على هذا كانت في مصر لصد الانتشار الفكر الشيوعي. اليوم لا تزال
هذا الفكر الإسلامي إسلام السياسي، هذا الأداة في اليد القوة الدولية معينة التي تستغل فكر الإسلامية لأهدافها أمنية أهدافها سياسية. بنهاية الأمر يعني روسيا أيضا لن تسمح على ما يبدو بأن يسيطر على سوريا إسلاميون حسب ما نفهم من الكلام اليوم أو استخبارات الأجنبية. طيب دكتور نصيف اسمح لي فقط يعني أن يعلق على ما قاله السيد ماتوزوف لأنه مهم، يعني أنا أفهم قليلا كأنه خلاف ما تحدثت حضرتك دكتور نصيف حتي، يعني حضرتك تقول أنه بنهاية الأمر ربما المأزق سيؤدي إلى تفاهم روسي أمريكي، هنا نفهم أنه موقف روسيا صلب إلى درجة حتى عسكريا يساعد على عدم سقوط النظام بنهاية الأمر. يعني صلابة الموقف سواء الموقف الروسي أو الموقف الأمريكي أيا كان موقف أي طرف من هذا الطرف أو ذاك، عادة من دروس التاريخ قد تتغير عندما يصاب كل موقف في مأزق معين فتصبح عملية حسابات ربح وخسارة. أنا قلت إما تفاهم مصالح إما تفاهم مخاوف، هذا لا ينطبق على سوريا، ينطبق على حالات كثيرة جدا في العالم دون أن يعني أن هنالك اتفاق في المصالح، لكن هنالك اتفاق في المخاوف أنه الخسارة ستكون أكبر. ولكن نحن نلاحظ أيضا يعني لأنه دخلنا عفوا نحن دخلنا فيما يعرف عفوا يعني في لعبة محصلتها صفر كما يقال في علم المفاوضات zero sum game، يعني ما ولكن هناك رأي خصوصا باغتيال سفير أمريكي في بالضبط ما تخسر أربح وما تربح أخسر. إذا إلى أي مدى يمكن أنه يستطيع طرف أن ينهي الطرف الآخر، أتحدث على هذا المستوى الصراعي ما فوق الداخل السوري، إلى أي مدى يستطيع طرف أن يحسم هذا الموقف طالما نرى أن الأمور على الأرض هي كما يلي، لا حل عسكري إنما هنالك مزيد من عسكرة الصراع، يعني هذه المفارقة المكلفة والدامية. يعني اسمح لي ولكن هناك رأي آخر يقول أيضا أنه بنهاية الأمر الموقف الروسي الصيني هو الذي ربح، لأنه منذ البداية ممنوع التدخل الخارجي، نعم لحل سياسي داخلي فليختر الشعب السوري ما يريد. بالأول كان الموقف الأمريكي سقوط النظام رحيل النظام، الموقف الغربي أيضا، الموقف التركي، موقف الكثير من الدول العربية أيضا، الآن نتوجه إلى الخيار الروسي الصيني عمليا في الصراع الدولي. عفوا يعني من اليوم الأول كان في هنالك عناوين معينة، لا أعتقد أن طرف جدي ليس محبة مع بالنظام أو ضد النظام السوري تحدث عن خيار عسكري ممكن. أنا أعتقد أن النموذج الليبي أعطى دروس خاطئة للكثيرين وتصورات وتمنيات خاطئة. الوضع السوري يختلف ويختلف وكلا الطرفان يدركان هذا الأمر سواسية ولو من مواقع مختلفة، أنه لا يمكن التدخل الخارجي الدولي في سوريا. أقول أنه تطور الأزمة الآن لا أعتقد أنه حاليا نتجه لأنه طرف يستطيع أن ينتصر دوليا عبر حلفائه بالضرب القاضي فيخرج الطرف الآخر، هذا ما تتجه إليه الأمور، تتجه كما هي طائرة، يعني اليوم هذا الطرف يشعر أنه هو يتقدم وذاك الطرف يشعر أنه يتقدم. نتجه لوضع خطير جدا في سوريا حاليا، لا أرى في الأفق أي أمل مباشر آني لحل سياسي فعلي تحولي أساسي في العمق في سوريا، نتجه لهذا. هلأ كل طرف يقول سأنتصر دون شك، عليه أن يقول هذا الأمر سأنتصر، أتحدث بواقعية سياسية جديدة لكن شديدة، لكن قد نصل إلى لحظة تفاهم المخاوف أكثر من تفاهم المصالح. سنرى أيضا بعد الفاصل ماذا بشأن إيران والصراع الدولي أيضا في المنطقة، من الذي سيتقدم على الآخر. دائما عبر قناة الميادين وبرنامج لعبة الأمم، لعبة الأمم، ابقوا معنا لو سمحتم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين، وكنا تحدثنا عن العلاقات الاقتصادية الروسية الصينية، تأثير ذلك على القرار الروسي بالنسبة لسوريا، أيضا العلاقات وفق ما قرأنا كبيرة ومهمة بين الصين وروسيا. مثلا في دورية The National Interest الأمريكية، حلت الصين أولى في العام الماضي على قائمة شركاء سوريا التجاريين متجاوزة بذلك روسيا. بلغ حجم الصادرات الصينية إلى سوريا أكثر من 2.4 مليار دولار. تمتلك الصين مصالح كبيرة في الصناعة النفطية السورية، أبرمت صفقات بمليارات الدولارات للتنقيب عن النفط، وتم تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري الصيني عام 2010 أعتقد قبل الأزمة. حجم التبادل التجاري بين سوريا والصين كان في العام 2010 أكثر من
63 مليون دولار، شكلت الصادرات السورية إلى الصين ما نسبته 5.2% فقط. تم استحداث مدينة صينية في المنطقة الحرة ومصفات نفط في دير الزور. ما هي مصلحة الصين الآن في التعاون مع سوريا؟ أولا يعني أقول إني لست خبيرا لشؤون التجارية بصفتي يعني لست المسؤول عن وزارة التجارة في الصين. يعني لازم يعني أؤكد هذه النقطة أولا. ثم يعني وقت أن الحجم التجاري يعني بين الصين وكل من الدول العربية سورية وسعودية ومصر وتونس، أيضا السعودية التبادل كبير بين الصين والسعودية، ولكن هذه هي الحقيقة. ولكن يجب الإشارة النقطة يعني حجم تجاري يعني الصيني مع كل الدول العربية تزيد سنة بعد أخرى، يعني ليس مقصورة الهدف على يعني على سوريا. ما هو الهدف بزيادة هذا التبادل الصيني مع الدول يعني العربية؟ نحن يعني نطبق المبدأ يعني المساواة يعني بين الأطراف القامة بالتجارة، وثانيا المنفعة المتبادلة وخاصة في المجال الطاقة كما تعرفون. ولكن ملاحظ أيضا أنه الصين تتمدد في المناطق التاريخية لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يعني مثلا في إفريقيا حجم التبادل زاد كثيرا، الآن في دول الخليج أيضا مع إيران بشكل أساسي، مع السعودية. حتى يقال أنه أحد الأسباب الرئيسة للحرب على العراق كان منع الصين من التمدد نحو أبار النفط، لأنه هي تستورد 7 ملايين برميل نفط يوميا، وكانت حاجتها ستزيد إلى 12 مليون برميل. نحن كأي بلد يعني نحتاج إلى طاقة متمثلة في مقدمتها النفط، والتي تأتي بكمية هائلة من الشرق الأوسط من دول عربية، لأن أي بلد حينما تطور في وقت الحاضر لا يمكن أن تنقصها الطاقة. وطبعا يعني حسب نيتنا نحن نريد أن نوسع حجم التجارة مع كل من البلدان يعني ومنها أمريكا ولا لا دعنا من أمريكا يعني ستوسعون حجم العلاقات التجارية والاقتصادية حتى ولو كان ذلك على حساب أمريكا والدول الأوروبية. يعني وهذه يعني رغبة يعني من جانبنا الوحيد. طبعا يعني لا يمكن يعني كما يقول المثل لا يصدق بكفر واحد. نحن مثلا نريد أن يعني نشتري لا يمكن التصفيق حاجات يعني على حاجة نحن من جانبنا، ولكن بعض الدول لا تزودنا بما نطلب، ولا طريق إلا أن نوسع مجال التجارة مع الدول النامية. على كل حال هذا أيضا مؤشر الدول العربية في المقدمة. على كل حال هذا أيضا مؤشر من مؤشرات الصراع العالمي على الطاقة والمصادر الغذائية أيضا والحيوانية، وليس فقط على النفط. لاحظنا دكتور نصيف أنه أيضا القدرات العسكرية لدول البريكس بدأت تكبر بشكل كبير، يعني لا أدري إذا كانت لمواجهة الولايات المتحدة ولكنها مهمة. يعني مثلا الإنفاق العسكري لدول البريكس هو من بين المعدلات 10 الأعلى في العالم. عام 2011 احتلت الصين المرتبة الثانية في العالم إنفاقا على الأسلحة، حلت روسيا في المرتبة السادسة والهند في التاسعة والبرازيل في العاشرة. وفق صحيفة روسيسكايا جازيتا فإن الميزانية العسكرية الهندية تزيد بمعدل 10% سنويا، في حين أن الصين وروسيا تنويان مضاعفة
إنفاقهما العسكري بحلول 2015. تعتزم موسكو الإنفاق على التسلح بنحو 720 مليار دولار بحلول العام 2020. وفق مجموعة الأبحاث والمعلومات حول السلام والأمن البلجيكية، فإنه خلال العامين 2001 و2010 ارتفع إنفاق الصين بنسبة 189%، وروسيا بنسبة 82.4%، الهند بنسبة 54.3%، والبرازيل بنسبة 29.6%. وفقا لمعهد ستوكهولم هو معهد مهم بالنسبة للدراسات العسكرية، أنفقت الصين 129.27 مليار دولار على السلاح في العام الماضي، روسيا 64.12 مليار دولار، الهند 44.28 مليار دولار، والبرازيل 31.58 مليار دولار. جدي يعني مسألة التسلح بين دول البريكس وليس فقط التعاون الاقتصادي، ما هو الهدف من كل ذلك؟ جدي مسألة التسلح، وجدي أيضا مسألة نسبة الناتج القومي العام إلى الناتج القومي العالمي، وجدي أيضا نسبة النمو الاقتصادي، وهي عناصر مترابطة. بعد هذا الإنفاق في التسلح لتحريك عجلة السلاح، هو أيضا البحث عن المكانة أولا ومباشرة في الفضاء الاستراتيجي المباشر في المنطقة نفسها، هذه بطاقة تعريف وبطاقة دخول إلى نادي الكبار، إذا درسنا وشهدنا نسبة الناتج القومي العام عالميا، نرى أن النسبة تراجعت في الدول الغربية وزادت في دول البريكس. إذا شفنا نسبة النمو أيضا زادت، وإذا شفنا نسبة الإنفاق العسكري أيضا زاد، هذه هي التحولات، التوازنات التي هي في تحدث لتثبيت مكانة القوى العائدة روسيا والصين، أقول بعد لحظة الأحادية الأمريكية، والقوى الصاعدة، وهي ليست فقط البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، هنالك أيضا إندونيسيا، وهنالك أيضا الأرجنتين، وهنالك أيضا نيجيريا، وهنالك عديد من القوى الصاعدة في مناطقها. هذه ظاهرة جديدة تبني حواليها، وسبق وذكر الزميل كريم نوع من الإقليميات الجديدة من الإطار الإقليمي، حيث تلعب الدور المحوري في ذاك الإطار الإقليمي المرن جدا، ويكون مجال أيضا لمد نفوذها. هذه ظاهرة تستقر وتتكرس نحو تبلور نظام، أنا سأسميه نظام مركب الأقطاب، كومبلكس مالتيبولر سيستم. نعود إلى الجانب العربي. الآن فهمنا أنه التعاون الاقتصادي بين دول البريكس هائل وسيزيد في المستقبل، ونمو الاقتصادي وتعاون مع أقاليم المباشرة، يعني الصين ليس أقليم مباشر أفريقيا، الصين حاليا القوة الاقتصادية الضاربة في أفريقيا، الهند في مجال المباشر، جنوب أفريقيا تقوم بدور القاطرة، دور أساسي، كما قامت ألمانيا بدور القاطرة في الاتحاد الأوروبي بالأمس، فتحولت دور القاطرة السياسية الآن تتنافس مع فرنسا، تبدأ بدور القاطرة الاقتصادية لتتحول دور القاطرة الاستراتيجية والقاطرة السياسية في منطقتها قبل أي شيء آخر. يضاف إلى ذلك التعاون العسكري والميزانيات الكبيرة التي نلاحظها الآن. إذن يمكن للعرب أن يعتمدوا على هذه المنظومة بنهاية الأمر يعني، ويوازنوا فعلا مع الأمريكيين. أنا ذكرت في بداية الحديث وأكرر أن على العرب تنويع علاقاتهم الدولية حسب كل مجال مصالح، وأن تبنى هذه العلاقات على مجال مصالح، لأنه أيضا مرة أخرى البريكس ليس قطب، كما هنالك تشقق في القطب الغربي هنالك تشقق أكثر في البريكس، هو قوته في أنه يمانع أو يقاوم إلغاؤه، ويدعو لأن لا يكون هناك نظام أحادي غربي بمفاهيمه، ليس فقط بقوته العسكرية، بمفاهيمه الدولية، إنما للمشاركة. نحن في لحظة صدام سيؤدي إلى توازن معين يستند إليه أو تستند إليه منظومة دولية جديدة. على كل حال نلاحظ أيضا أنه حتى في الدول التي سقطت أنظمتها كليبيا قفز حجم التجارة بين الصين وليبيا مثلا نحو 130% في النصف الأول من العام الماضي، دليل أيضا أنه الأمريكي لم يعد قادرا على السيطرة أيضا على كل المصالح. سيد ماتوزوف، لننتقل الآن إلى إيران، ما هي حقيقة هذا التوازن الدولي في عدم المساس بالوضع الإيراني، في منع تدخل عسكري ضد إيران، في السماح لإيران ببرنامجها النووي السلمي؟ طبعا إيران دولة إقليمية كبرى على حدود مع روسيا الفيدرالية مباشرة، روسيا تشارك مع إيران
بحر القزوين. وطبعا بحر القزوين كما ذكروا سيد نصيف أن هذا منطقة استراتيجية، مصدر الطاقة المقبل أو حاضر. وأنا لا أفهم، والمصالح إيران واضحة في هذه المنطقة، ولكن أنا لا أفهم شيء تاني، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية التي تقع على عشرات الآلاف كيلومتر عن بحر القزوين يعلن رسميا أن منطقة بحر القزوين منطقة مصالح حيوية للولايات المتحدة الأمريكية؟ شو علاقة؟ وين مصدر المصالح الحيوية؟ روسيا تنظر على علاقات مع إيران كعلاقات مع دولة مجاورة استراتيجيا، ولا شك أن أي محاولات الأمريكية أن يواجه ضرب العسكري على الإيران هذا سيكون يضر الأمن القومي الروسي. موقف إيران مش ضرب إيران لأمن الأمن القومي الروسي. لماذا؟ لأنه إيران إذا تتحول إلى حملة الطائرات الجديدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سيكون على حدود مع روسيا مباشرة في بحر القزوين، وصورة جيوبوليتيكية تتغير مطلقا. ولذلك الآن عندما يتكلمون عن لماذا التصالح، روسيا تتصالح، روسيا أوقفت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مصروف على تصليح، اليوم أعادت الفكرة التصليح، اليوم بوتين يبنى الغواصات النووية الجديدة، بوتين اليوم يعمل مشاريع غزو الفضاء، بوتين اليوم يشجع تطوير التكنولوجيات المعاصرة، لأن اليوم مش دبابات مش الطائرات يقرر تكنولوجيات الإلكترونية. نحن اليوم نشاهد كيف الحروب اليوم في سوريا، الحرب بطرق أخرى اليوم يشترك في ليست خلف الشمال الأطلسي ولكن المجموعات المسلحة على جيوش الخاصة مثل بلاك ووتر، بيدفع فلوس ويذهبوا ويكافحوا. طيب ويتسرعوا. اسمح لي فقط بسؤال حول الرئيس بوتين، يبدو لنا من بعيد يعني وصحح إن كان خطأ أنه كل شيء معلق بالرئيس بوتين في روسيا. طيب مثلا لو غاب، لو قتل، لو اغتيل، هل هناك منظومة الآن روسية يمكن أن تواجه وتستمر في مواجهة هذا القطب الأحادي الذي كان أحاديا أي الولايات المتحدة؟ في التفكير الروسي مش أن يتركز روسيا كقطب، روسيا تنتظر اليوم على فكرة التحالفات. برأيي أنا شخصي اليوم الفكرة الأساسية في ذهن السياسة الروسية قيادة روسيا هي تحالف مع سنة شعبية كتحالف الأساسي. ولكن أنا أتحدث عن رئيس بوتين، هل هو كشخص فقط أم ركبت منظومة داخل روسيا الآن حتى لو يعني لم تعد متعلقة فقط بشخصه؟ لا مش بشخصه، هناك هو يمكن يعتمد على الرأي العام الروسي، هناك اللوبي الأمريكي قوي في روسيا، أنا لا أخفي هذا، أنا أتكلم عن هذا مرارا. والآن عندما قبل اللقاء مثلا أنا أعطي لكم مثل، أنا أتيت تصريحا في أحد الجرائد الروسية نشره وأثارت الضجة في أوساط الإعلامية الروسية، أنا قلت أنا أسبوع قبل اللقاء باراك أوباما مع بوتين في مكسيك كل أقنعة التلفزيون الروسية نزموا ندوات لمناقشة ملف السوري، أغلبية المحللين الروس كانوا يؤيدون موقف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا نتيجة اللوبي الأمريكي في هذا اللوبي الأمريكي في داخل أوساط الإعلامية الروسية، واللوبي الأمريكي كمان موجود في بعض الأوساط السياسية والبرلمانية. اسمح لي، لوبي أمريكي إسرائيلي، لوبي أمريكي يهودي مثلا؟ هذا عبارة دقيقة، هذا اللوبي
يعني أنا أقول مش لكي لا أتحون أخذ شوفيني موقف أو قومي، أنا أقول اللوبي محافظين الجدد. منهم محافظين الجدد في أمريكا، الصحافة الفرنسية كتبت مقالات عديدة حول هذا الموضوع. هذا اللوبي اليهودي، أنا أقول المحافظين الجدد ديك تشيني، تشارلز كامر والجماعة الذي الرؤساء لأمريكا تتغير، أما هذا اللوبي هم يقرروا في نهاية المطاف السياسة الخارجية الأمريكية، وروسيا تفهم هذا. نصيف تريد تعليق؟ نعود إلى الشأن الإيراني إذا سمحت، لأنه أعتقد يعني في زاوية معينة ننظر إليها ويجب النظر إليها، وأعتقد أن الزميلين الكريمين يتفقان معي. السؤال هو التالي: هل العنصر النووي أنتفي إيران بما تطلب منها 5-1 وتحديدا الغربيين هو المدخل لتطبيع العلاقات، وتطبيع العلاقات الغربية الإيرانية؟ التطبيع لا يعني علاقات صداقة، يعني أن نستطيع أن نتحدث ونختلف. أم كما ترى إيران، وأعتقد أن إيران ترى عكس ذلك، أن الملف النووي الإيراني يعالج بعض التطبيع كنتاج للتطبيع وليس كمدخل للتطبيع؟ هذا السؤال يعني مطروح. سؤال تاني أعتقد يجب التنبه إليه، أن هناك خلاف أمريكي إسرائيلي حول مفهوم، والشيطان يكمن في التفاصيل، بهذه مفهوم أكثر من تفاصيل concept. الكلام الأمريكي يعتبر الخطر يبدأ عند وصول إيران إلى امتلاك السلاح النووي، الكلام الإسرائيلي عندما تصل إيران إلى امتلاك القدرات النووية capabilities. قدرات هي ما قبل السلاح، لأنه ترى إسرائيل وصلت. لا. هي وصلت، بس ما أود أن أقوله كلام إيهود باراك أنه إيران عندما تصل إلى امتلاك القدرات، يعني تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 90% ممكن تصعد بالإليفيتر بسرعة، قضية الوقت، قضية تصبح قضية وقت وليس قضية بالضبط، تدخل ما يسمى دائرة المناعة من هون. يعني هذه عناصر حاكمة لهذا الملف الإيراني وحاكمة لكافة الحركات. إيران تريد أن يعترف بها كشريك في قضايا المنطقة، فعند ذلك تتحدث في الملف النووي بشكل آخر. الأطراف الغربية تحديدا تريد حسم الملف النووي قبل الدخول إلى هذا الأمر، لذلك أنا أعتقد سيبقى التوتر وعملية شراق الوقت هما سمتا الوضع الحاكم للعلاقات الإيرانية الغربية ضمن 5+1 مع إيران، وأيضا ينسحب على مختلف قضايا المنطقة ومنها قضية سورية وقضايا أخرى في المنطقة. على كل حال، حسب المدافع التي أطلقها دكتور ماتوزوف الكلامية في هذه الحلقة، لا يمكن التدخل ضد إيران عسكريا. أنا أستبعد التدخل العسكري، لكن لذلك تحدثت عن مستوى مدار منجبل من التوتر الذي يرتفع وينخفض، ولكن أنا قناعتي في نهاية الأمر ستصل إيران إذا إلى ما يعرف، ولست خبير نووي بالطبع، إلى ما يعرف بالخيار الياباني، أي قدرة صنع قنبلة نووية دون أن تصنع قنبلة نووية. وهناك عدد من الدول وصلت امتلاك القدرات، لأن إيران تمتلك القدرات البشرية والعلمية. حتى ولو أن إحدى الكاتبات الفرنسيات كتبت القنبلة النووية تقول لو قطعت إيران العام 2010 فهي حكما ستمتلك هذه القنبلة. قدرات، هناك رأي يقول قدرات. أن إيران امتلك القدرات، والتحول من تخصيب على مستوى 20 إلى تخصيب على مستوى 90 يصبح عمل وقتي وليس عمل نووي. المصالح الاقتصادية كبيرة أيضا بين دول البريكس وإيران. وفق وكالة مهر الإيرانية، حجم التبادل التجاري وصل في العام الماضي إلى 45 مليار دولار، كان 400 مليون فقط قبل 15 عاما. سفير إيران في بكين يؤكد أن التبادل سيصل في السنوات الخمس المقبلة إلى 70 مليار دولار سنويا. الصين باتت أول شريك تجاري لإيران. تبادل أيضا مهم بين روسيا وإيران. حسب مصلحة الجمارك الإيرانية، قيمة التبادل التجاري بين إيران وروسيا ارتفعت في العام الماضي بنسبة 50%. تبادل مهم أيضا بين الهند وإيران. أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الهندي خلال زيارة إلى طهران أن التبادل التجاري بين الهند وإيران سيصل إلى 25 مليار دولار في الأعوام الأربعة المقبلة. الهند تستورد 300 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني. هل إيران مهمة جدا بالنسبة لكم كصين؟ حقيقة إيران كما قال السيد ماتوزوف، يعني إنها يعني كبلد يعني كبيرة إقليميا، ويعني جارة يعني قريبة للصين،
ناهيك عن ثروة النفط الهائلة. طبعا يعني الصين تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة ويريد استيراد من كل الدول يعني ترغب في بيعها إلينا. وفي نفس الوقت يعني هناك في أمريكا وتحت ستار ولايات اسم الولايات المتحدة لشنو الكلمة نظر إيران اقتصاديا يعني هناك في الاتفاقية المبدئية حول تجارة النفط بين البلدين، ولكن هذا يعني اتفاقية لم تحقق الواقع. على كل حال انتهى الوقت للأسف الشديد. فقط أيضا العلاقات بين الصين ودول الخليج كبيرة جدا، حجم التجارة بين الصين ودول الخليج بلغ 77.72 مليار دولار، وصل حجم التجارة بين الصين والسعودية فقط إلى 38.12 مليار دولار في النصف الأول. الإمارات هي الشريك الاقتصادي العربي الأول للهند بين دول البريكس. شكرا جزيلا لكم. أعود وأذكر بضيوفي إذن الذين تشرفنا باستضافتهم في هذه الحلقة من لعبة الأمم: دكتور نصيف حتي سفير جامعة الدول العربية في باريس، السيد كينغ ساي من مركز الصين للدراسات العالمية المعاصرة، ومن روسيا السيد فاشيسلاف ماتوزوف الخبير الروسي بشؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لطوني عون في الإخراج، لجورج حاتم مدير المسرح والعمليات، لكل الفريق التقني، لمن يريد الكتابة لبرنامج لعبة الأمم umam@almayadeen.net. وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع المقبل. شكرا لكم. شكرا لسيدنا.